الشريعة أكدت العناية بقليل الطعام وكثيره. نعم. فقد جاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من الأذى وليأكلها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجه إلى أن لا يمسح الإنسان يديه قبل أن يأكل ما علق بهما من الطعام. وفي حديث أنس قال وأمرنا أن نسلت الصاع القصعة أي نمسحها أكلا. كل هذا توجيه نبوي ديني شرعي إلى المحافظة على الطعام قليله وكثيره.